الاحتياج الشائك يحيط بالكنيس الرئيسي في العاصمة تونس قبل الثورة. الثورة حملت وعود الحرية للملايين، وحملت بعض القلق لأقلية يهودية عدت 100,000 قبل 60 عاما، ولا يتجاوز عدد أفرادها 2000 الآن، ممزقين بين أمان تحرص الأنظمة القمعية على توفيره لأقليات تراها حليفا موضوعيا، وبين وعود ولادة عسيرة المخاض. حكام تونس الجدد إسلاميون على الأرجح، فازوا بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، لكنهم أعلنوا أنهم سيشركون العلمانيين في الحكم. النهضة اللي شفته واللي عينته للتنطو ما تخوف. الانتخابات لم يتقدم لها إلا يهودي واحد هو يعقوب للوش، مرشحا عن الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي لم يفز إلا بمقعد واحد. يهود تونس ليسوا طارئين، وجودهم يعود إلى 2000 سنة على الأقل، تفاعلوا مع تاريخ بلدهم، وانخرط بعضهم بقوة في النضال ضد الصهيونية كجورج عدة وجيزي الحليمي. لكن الصراع العربي الإسرائيلي كانت له تبعاته على أقلية اعتبرها البعض طابورا خامسا، واختار كثير من أفرادها الهجرة إلى فرنسا وإسرائيل بعد الاستقلال، رغم ضمانات المساواة التي وعد بها الحزب الدستوري الجديد. منذ نجاح الثورة سجلت هجمات على رموز يهودية نسبت إلى تيارات سلفية، وسارعت السلطات المؤقتة إلى إدانتها. يهود توانسة من الجد للجد، شنو المشكلة نتاعنا احنا باش السلفيين يمشوا إذا حبوا حاجة ضد اليهود يمشوا لإسرائيل. وعود الثورة كثيرة، وكثيرة هي الآمال التي تعلقها أقلية لا تريد أن تغلق على نفسها، وترغب في أن ترى فيها تونس الحرة حليفا موضوعيا. هاتوا